van a venir, se lo mismo tiene por Luis Diego Lluvia. واش من شنو تعلم سيد قرف من سرد قرف فوقاش بديتو كتعملوا هذه الرياضه ديال السلوقي؟ السلوقي مهم هذا العام الثاني. هذا العام الثاني درتوا الجمعيه ديالكم؟ درنا الجمعيه. واش يمكن تقولنا على المشاركه ديالكم في هذه المسابقه؟ ايوا بدينا نتعرفوا على بعضنا وبدينا نتقاسموا مع الدراري ونتعرفوا على قدم لي بالضبط الجمعيه ديالكم شنو سميتها؟ جمعيه حمد القرمده. حميد قريمدة. نعم اللي السلوقي وبالنسبة لكم كتعملوا حتى الصيد كتصيدوا بالحجال وكتصيدوا هو ياس حوراك حميد أخزان مجموعة الثانية مسلم نفضيح احمد جبالي المجموعه الثالثه مصطفى الطاك عزيز الكرافطة رشيد زوار المجموعه الرابعه محمد الوطن حميد سلمون وفي واحد رحمه تركت علي المجموعه الخامسه الرابعه شنو جمعية عندكم نتوما؟ شنو جمعية؟ شنو جمعية عندكم؟ ديال حميد قرم ديال سبني قرفط ياك. تخشى فيهم انايا الا دابا يجديك شي عود. إذا الفرص هي مسابقة ماطا معروفة شركة فرسان من إقليم مدينة طنجة ومدينة العرائش. صديق صديق تكلمنا شويه على المشاركه ديالكم في هذا المهرجان ديال الفروسيه. لا قول لي انت الرئيس. بغينا الرئيس سي عمرو. الرئيس وانت هو احمد احمد مش القوي سي عمرو. الرئيس واش رايك احمد؟ اهلا اهلا. شكرا لك بخير. لاباس عليك. صافي رئيس جيد. صحيح. اخي جبتوها مطاش اللي عليه جبتها. احنا وراه المنطقه العامه. تبارك الله عليك. شنو يمكن تقول لنا على المشاركه ديالكم؟ الفرقه ديالكم بعد الاولى قدمنا الفرقه ديالكم. الفرقه ديالنا ديال احمد الفرجاني من بوار نهار سعيدي. عيادات الاربعه د عياش. كنستدعوا هذا المهرجان هذا عامين كنحضروا فيه. كنتفرجوا فيه مع الاخوان. كنتفرجوا مزيان والملعب رطب مرمان ما فيهش شي حاجه على الضروره على الخايل. كنتفرجوا مزيان حنا والمغاربه اللي كيجيو كاملين كيتفرجوا ويتمتعوا في هذه اللعبه ديال ماطا. وشنو يمكن تقول على التربيه ديال هذ الخيول يعني والمحافظه على التراث ديال الاجل اللي خلاو جداد؟ هذاك الجواز ديالو كيجازي الله تعالى وتبارك هو اللي كيجازي التربيه ديال الخيل اللي كيربي الخيل ويمتحن معاه الله تعالى وتبارك هو اللي عيجازي. انت هو الرئيس التربه ياك الفرقه؟ الفرقه قدمنا السم ديالك؟ محمد عبد السلام الفرجاني دوار طهر سعيد داوى. نعم. وكتنظموا شي مسابقه ديالكم نتوما في دار سعيدي؟ في دار سعيدي يوميا نهار في الاسبوع. يوميا. وعندكم شي مسابقه في السنه كبيره كتنظموها؟ نعم كنعملوها بين بعضنا اخوانيين باللامه. نعم. وكتشاركوا في المهرجان ديال ماطا ديال المعروف في المغرب كامل ديال ماطا ديال عياشه؟ بناء علينا ماطا هذيك ديال الاربعه د عياشه بناء على ظهرنا من الجدود. انتم اللي بديتوا الولاعات والميراج. بداوها الجدود الوالدين. شكرا سي احمد تبارك الله عليك. الله يبارك فيك.
صديق قلنا شي كلمه صغيره تقول لي الرئيس وانت ما هضرتش مع الرئيس دابا انت صديق صديقة معروف خيال يعني من جدد من عبد الجد من الجدود انا مسيد اليماني لك موسى هادشي عندنا من الجدود عندنا هادشي هذا قديم من جد لجد وهادشي هذا كنرتاحوا فيه ملي كنلعبوا بالخيل كنرتاحوا وكنحسوا بحال الجو زوين وعاش الملك. لا قول لي واحد المسعد. نعم. راك عارف بان الخياله راه كانوا ناس مشاهدين كانوا في. ايه في عهد الرسول في عهد الرسول في عهد. الاستعمار كان الملك معروف. الله يا ودي الله يا ودي. عندك شي حكايات على التاريخ ديالو. التاريخ الجدود ما نعقلش عليهم ولكن حنايا انا عندي فيها الحب خويا. كان رامي من الرومات وكان كي. نعم. كان متبوع حتى من. نعم. كان كيقاوم في الاستعمار. مجرد. يعني عندك شي فكره على هذا المسعد ولا لا؟ لا ما عندك شي لا. اعطي علموا ابنائك الرمايه وركوب الخيل والرمايه والرمايه علموا ابنائكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل تبارك الله عليك كلهم ياك إذا وصول وصول هذا النوع لأنه يرقرق يقدر يوقف في مثلا حلو 3 متر مدة طويلة ويخلون في رجله ريش ولما يشوف الطير ان في هذا الطير الكبير هذا يمسك يروح حق الطير عشان ياخذها منه وهذه اصلا فيها شبكة النقل يسموها النقل ايوه النقل كان يستعملوها في الوسط النقل اي فيها بعد شباك لكن خطوره على هذا لانه كنت مدربخ خطوره انه يقتله لا فاحنا ننزله وننزل الحمامه لا احنا كنجيبوا داك الوكري داك ديال الوكري ايه داك الوكري كنمسكوه مثلا يلا نسكتو الفيل ندير له البربع نعمل له خيط السبيت سبيت خيط رقيق ما يبان إذا كما كتشوفوا هنا راه كاينه جمعية الصيد بالصقور في منطقة يعني في مدينة الجديدة كنلتقي مع القطريين هما اليوم يعني معروفين بالرياضة أصبحت عالمية رياضة مشروعة يعني رياضة الصيد بالصقور وكندير لي البرقع تخليه بالبرقع الوكر عشان ياكل فوق يبقى يطلع غير فوق وهو بعد في طريقه ثانيه اللي هي اسمها النسف النسف يحطون في الارض ويشوفون الريح وين جايه ويخلون نوع من الصيد في وسط الشبك هذيك نستعملها احنا ايه نسلتها ايوه نستعملها ايه. وفي نوع طبعا هذا نادر كانوا يعملونه اذا ما عنده الصقار ما عنده اي شيء شو يسوي؟ يدفنونه في الرمل ايوه هذه هيك تدفنه وتعمل شبك الحين في الخيط كذا ايوه لا يمسكها باليد لا ما عنده اي شيء يحفر حفره ويدرس ويخلون عليه هذا ويطلع الهي ويخلي يده فوق ويخلي هذه عليها لما يجي هذا يمسك هذا خلاص لا هذيك صعب احنا كنديروا ذاك ديال الخيط اي لا خلي الخيط هذاك اي هاي مثل الكوخه مثل الكوخه اي مثل الكوخه وفي انواع وايد انا شفت في هولندا عندهم طبعا باع طويل في الشاي لا عندهم تطور هذا ايه انا شفت عندهم الشبك يعني بجهاز تحكم بعد؟ اي بجهاز تحكم يعني الشبك بجهاز تحكم وكان جابه واحد شخص مغربي والله يعني تشوف الطير يعني تقريبا جهاز تحكم يتحكم على 200 متر. اوه زين. وتشوف يعني هي كتكون يعني مخبيه في التراب جهاز تحكم يحط الطير على الحمامه. صح يسكر عليه. هاي فكره. لا هذه كاينه في بريطانيا وكاينه حتى في المانيا.
هذه اكتشفوها هما هذا. لا الله يسلمك، هولندا كلها مستنقعات مائيه. هولندا قبل ما يسموه ما يعملون السد كانت كلها مستنقعات مائيه. المستنقعات المائيه هذه تهاجر معاها الجوارح، كل الجوارح تهاجر من الشمال الى الجنوب عشان فصيت. اي فهم لما يجوا على، طبعا عارفين لما ما يهاجرون من روسيا ومن كذا يجون على منطقه هولندا. هولندا فيها البحيرات هذه اسمها فالكنسوارد. فالكنسوارد بالعربي مدينه الصقور، اسمها مدينه الصقور. المدينه لحد الان اسمها فالكنسوارد، مدينه الصقور. اهلها ما يعرفوا اي شيء، لا فلاحه لا كذا، بس يعرفون صقور. شو يعملون؟ يعملون لهم مثل الكوخ، يعملون لهم ويخلون لهم، وعندهم كذا طريقة للصيد، صيد الشاهين الكبير، الشاهين الكبير اللي هي، ويمسكون الشاهين كتجارة، مو ك يعني رياضة، لا كتجارة. يمسك ويبيع، يمسك ويبيع. من اللي يشتري من عنده؟ ملوك إسبانيا، ملوك العثمانيين، وحتى ملك المغرب كان ياخذ من عندهم. من هذا يهاجرون فيها، ينقلونها عن طريق هذا لملك، يعني احد الملوك اللي هني. فكانوا ياخذونها الملوك ويهدونها للدوله الاسلاميه اللي هي يا ما تكون في دمشق يا في بغداد يا في كذا يا في، ويرسلونها لهم. انطلاق المسابقة النهائية. إذا انطلاق المسابقة النهائية لسيد سوقي في المرفأ، يعني إذا ثلاثة حصل على المرتبة الأولى، 3-16-9. المرتبة الأولى حصل عليها رقم 3. في الوقت تبارك لايك يمكن انت تبعتي المسابقه من الاول، يمكن تقلت كلمه على الظروف اللي جات فيها المسابقه. انت هو اللي كتشرف على الحبل الالكتروني، كنت تقول توري انت الناس كيفاش هذا الحبل الالكتروني كيفاش كيتعمل؟ المسابقه داش احسن ظروف ودازت مزيانه، ولكن كنخدموها بهذه الاله هذه. هي الحبل الالكتروني. هذا الحبل يعني كتلصقوها فيه ومن بعد ملي كنعطي الاشاره كنعطي الاشاره كندوز كيدار كنجرها. فهمتي؟ هذا هو الارنب اللي كتشوف. ارنب الصناعيه. ارنب الصناعيه. ودازت المسابقه في احسن الظروف وكلشي داز مزيان. انت كتحضر بزاف ديال المسابقات فين المسابقات اللي كنشطر؟ حيت انا اللي صايف هذا الشيء، وكنحضر في فاس، قريه بو محمد، سوق الارباع، في عرباوه، بزاف المشاركات كنصايف. المسابقات اللي مشهورين في المغرب معروفين دابا مشاو لهاد السلسله. كاين قريه بو محمد وديال العريش وسوق الارباع. يمكن تقدم لنا التسميه ديالك؟ التسميه ياسين العاصمي. ياسين العاصمي. عاصمي. شكرا. إذا ياسين العاصمي هو اللي كيشرف على الحبل الإلكتروني، ديال اللي كتلصق فيه ديك الأرنب، ومن بعد ملي كيعطي الإشارة يعني كيهرب ديك الحبل وما كي. كيف ما كيعلم الجميع أن هذا اليوم هذا يوم جميل جدا صباحي. بطبيعة الحال هذا راه داخل في إطار فعالية ديال مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث في الدورة ديالو التاسعة، واللي كتنظم للمرة الثالثة على التوالي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله. بطبيعة الحال الفضاء ديال فضاء العمران اللي كيضم مجموعة من الأنشطة التراثية بينهم سباق السلوقي، عروض الصيد بالصقور، بالإضافة إلى عروض الصيد وعروض القنص بالنبال وعروض القنص بسلاح الصيد بالصحون. وبطبيعة الحال كل الزوار مدينة العرائش وسكانها مدعوون غدا إن شاء الله كذلك. كاين نفس الأنشطة هتكون إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا. نعم غدا المسابقات النهائية ابتداء من الساعة 10 صباحا.
الحمد لله ظروف جميلة جدا، ظروف من ناحية التنظيمية على المستوى العالي، طابة الحال المشاركين كاملين كانوا في المستوى التطلعات، نتمنى أننا نكونوا فينا الناس كاملين الحق ديالها، ونتمنى إن شاء الله أن غدا عاوتاني كذلك يدوز بخير. بطبيعة الحال سوف يعلن بعد قليل عن النتائج بالتفصيل، لكن يتسنى الجميع معرفة النتائج. بطبيعة الحال شكرا جزيلا، تبارك الله عليك، الله يحفظك. يعني عضو في جمعيات عبر الصمد الكلفوي، يعني المهمة اللي كتقوم بها مستشار مكلف بالشباب، مستشار مكلف بالشباب في جمعية عبر الصمد الكلفوي علاء الدين العمراني. أنا يلا هو سلم، سلم على العيال اللي باغيين يتفرجوا في السلوقي. سلم على العيال اللي باغيين يتفرجوا، شكون صحابك اللي باغي يتفرج في السلوقي؟ أنت باغي تتفرج في السلوقي مع صحابك؟ شكون صحابك اللي باغيين يتفرجوا معك؟ شكون صحابك؟ إياد وآدم. عجبتك المسابقة ديال السلوقي؟ أه. هو شنو هي ديالك؟ يحيى كامل غزواني. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بأحبابنا الاعزاء الحاضرين هنا في هذا المهرجان الثقافي الرياضي للعرائس. احنا كجمعيه مواطنه الرياضيه لحمايه السلوقي بعرباوه جينا للهوايه التنظيم للمسابقه السلوقي، والحمد لله شاركنا وشاركنا بخير وتلاقينا احباب واخواننا يا. والحمد لله وداك الشيء داز بخير وعلى خير في الاقصائيات، وان شاء الله بحول الله غدا ان شاء الله تاهلوا في بعد السلوقيات ديالنا هنايا للنهايه الغد ان شاء الله يوم الاثنين. وان شاء الله كنطلبوا الله تعالى تبارك الله يوفق الجميع للخير والناس الحاضرين معنا. اسمي محمد المسيح من دوار الفلكنه قياده عرباوه. يعني ما الناس الجمعيه ديالنا تاسست سيدي تقريبا مده واحد يعني واحد اربع سنوات شاركنا في عده مهرجانات، في حد كورت، في حد ولاد جلول، سيدي علاء التازي، شاركنا في عرباوه عده مرات، شاركنا في سوق الاربعاء الغرب، شاركنا في عده مهرجانات، شاركنا هنا في مع القطرين في العرائش. يعني ديال العرائش تقريبا ثلاثة مرات حنا كنجيبو الخزانة ديال المشاركة ديال يعني في الإحصائية التمهيدية في الإحصائية. نعم. تأهلنا ثلاثة مرات، دينا اللقب ثلاثة مرات بواحد جالو كحل ديال مول حسن أقصو من مدينة سوق الأرجاء الغرب اللي هو لقب كبير في ستة المرات تقريبا هو كيديها هنايا. يعني اش غادي نقول لك، كان واحد كل الناس اللي كيبغيو حتى هما يربيو هاد يعني يديروا هاد كنقول لهم الله يوفقهم أخي هذه توراة واحد التوراة قديمة من جد لجد، وكنطلب كنقول الإخوان اللي يعني كيربيو هاد السلوقي هذه كنقول لهم يتهلاو مزيان، يتهلاو في الجرا وحملوا أمكن التوراة هذه راه زوينة، وكنطلبوا الله مع الإخوان يزيدوا هاد المستقبل القدام، وكنطلبوا من هاد الجمعيات يكتبوا هاد الجمعيات، ونطلبوا إن شاء الله من الترخيص هاد الناس يعطونا واحد الترخيص للسلوقي. حنا راه حنا كنحاولوا ما أمكن دايرين يعني جمعيات باش نديروا واحد الجمعيه كبيره ونطلبوا الله. نعم كننظموا تكون سيدي في شهر 3 شهر 4 شهر 3 شهر 4 يعني كيكون الحال بارد، تنديروا واحد التنظيم نظريتنا جميع القبائل، كنمشيو للجناد ديال المونه، كنمشيو لهنا فين كان عندنا المقر ديالنا حنا في دوار زيكات، وكنديروا كنديروا المسابقه نظريتنا مع الناس مع هادي. واش غادي نقول لك، يعني كيكون واحد النشاط نشوف الخزانه ديالنا بالذبيحه ديالنا. نشوفوا المسابقه، شكرا سي مسيح، غنشوفوا يعلنوا على النتائج ديال اليوم والتصريح. اذا ونتمنى انها يعني انها يعني لاقت رضا الناس ورضا الهواة في هذه
ونتمنى انها تكون ان شاء الله انشطه ومسابقات في السنين القادمه والمهرجانات القادمه اكثر واكثر. كذلك هناك في الرمايه في البندقيه ويعني ولها يعني سنوات عديده ولها منافسين كبار. نتمنى للجميع ان شاء الله والمشاركين معنا التوفيق، ونقول حظ اوفر لمن اليوم ما فاز معنا وتاهل، ونعتبر كلنا فايزين في هذا التجمع، كلنا فايزين وشكرا للجميع. الصقر القاسمي حاضر بالقوة، الصقر القاسمي حاضر بالقوة، وهو مرجعية تاريخية لقبيلة مغربية أصيلة ضواحي دكان المغربية. ماذا تفكرون أنتم كأشقاء في هذا الصقر؟ طبعا احنا مع الاخوان لنا مشاركات سابقه، ولنا معاهم شاركنا معاهم في الجديده في مهرجانين، وممكن الوقت هذا هو اللي سبب عدم وجود يعني مسابقات كثيره للصقر، لان الصقر في الفتره هذه نقول لها فتره المقيض، تبديل ريش الصقر في هذه الفتره وهو اللي ما ياثر عليه. الاخوان متواجدين معانا، واعتقد ان كان لهم عرض طيب في الخيمه القطريه في حديقه الاسود، واتمنى منكم اليوم الحضور في حديقه الاسود جناح جمعيه القناص، ومرحبا ومسهلا بالجميع. هل صحيح ان ريش حمامه لا يكفي في فتره تبديل الريش، وانه يختار حمامه كامله؟ والله هو يختار من اطيب الاكل، الصقر تاكله مثل ما تاكل ابنائك، وهذه الهوايه هوايه متاصله، وهي تراث انساني معنوي غير مادي عندنا في قطر وعندكم هنا في المغرب، والصقر هو حياه الصقار، يعني يكون معاه في كل في كل في كل وجوده، يفكر فيه في الليل وفي النهار. نعم قطر استطاعت ان تحول رياضه الصقور الى رياضه عالميه، كيف يمكن تنميه هذه الرياضه على مستوى مدينه عوف في مرادة؟ نعم طبعا هن عندنا مهرجانات كبيره في قطر، ومن اهمها مهرجان مرمي اللي هو شهر كامل، شهر يناير كامل، وفي عده مسابقات وجوائز ضخمه وكبيره، اتمنى من اخواننا المغاربه المشاركه. كذلك عندنا بطوله للسلوقي، ونقول لهم مرحبا ومسهلا، وللعالم كله مهرجان قطر الدولي للصقور والصيد مفتوح للجميع، ونقول مرحبا ومسهلا في الجميع وفي قطر، واهلا وسهلا، وخاصه انتم يا اهل المغرب لكم معزه خاصه، نقول مرحبا ومسهلا بكم. وجود الجمعيه في تنميه هذه الرياضه بالنسبه لمدينه العراق وبالتحديد المغرب كذلك؟ طبعا هذا الاهتمام اللي هو من حكومتنا الرشيده ومن حكومتكم في المغرب ومن الاخوان تنظيم هذه المهرجانات، هذا يعني هو التقارب، وهذا الشيء اللي نطمح به، وهذا شيء كبير من اهداف جمعيه القناص القطريه، يعني نحمد الله ان احنا لنا 8 سنوات نشارك اخوانهم، ونقول ان شاء الله لنا سنين عديده ولعمر مديد ان شاء الله. شكرا. مرحبا. مرحبا. ممكن تقديم النتائج كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اولا المنابر الاعلاميه اللي موجوده معنا اليوم في هذا المكان العمران، ومرحبا بكم، وسمحوا لنا على ربما اليوم الشمس شويه وهذا راه مستسمح، لكن هذا هو تراث مغربي اصيل، ونحن نريد في مدينه العرائش وفي جمعيه طرف صمد الكنفاوي ان تحافظ على هذا الموروث، وان يبقى للاجيال اللي جايه ان شاء الله. وطبعا احنا ان شاء الله غنودعوا، لكن نخليوها للاجيال الصغار هذو اللي نخليو لهم التراث، الاباء والاجداد اللي كنبقى كيتنسى، ولكن بالفضل ديال جمعيه عبد الصمد الكنفاوي في اقليم العرائش حيينا هذا الموروث ديال السلوقي المغربي والصقر. من الغريب من الامر الطفل سالني قال لي هذا الطير شنو اسمه؟ قلت له الصقر، قال لي انا سحب لي بومه، يعني لاول مره كيعرف الولد بان الصقر كيصيد في الهواء من فوق كالحمام كالحجل وهذا. وانا كنشكر الحضور اللي جاوا اليوم من جميع مناطق المغرب، والى قصرنا معهم يسمحوا لنا. وطبعا هذه الدوره التاسعه للمهرجان الدولي للثقافه والفنون والتراث تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واحتفاء بذكرى عيد العرش المجيد
نحن ننظم هذا الاحتفال. وطبعا مدينة العرائش هذا الأسبوع هذه غادي تدوز كما كنقولوا احنا بالدارجة زهرة، ونطلبوا الله تكون زهرة للجميع إن شاء الله. الظروف اللي مر فيها السباق ديال اليوم يعني والنتائج على مستوى النتائج مشاركة ديال نحن في هذه السنة بالذات دازت من أروع ما يكون السباق في السلوق. يعني احنا كنا ما كنلحقوش 80 سلوقي، اليوم لحقت 170 سلوقي اللي عملوا السباق، والحمد لله داز من أحسن السباقات بدون غوت بدون هذا. فهذا إن دل على شيء فيدل على التنظيم ديال جمعية عبد الصمد الكنفاوي وعلى شبابها وعلى، وأنا كنشكر هنا جمعية القناص القطري اللي هي كتشارك معنا للدورة الثامنة على التوالي في مدينة العرائش، وطبعا هم أعزوا هذه المدينة بسكانها وبداوا الناس تعودوا معهم باللباس القطري كيدوزوا في وسط المدينة كيرحبوا بهم يعني كإخوانهم. وكنشكر مدينة العرائش وسكانها على هذا الاحتفاء. كاملين فايزين شوط من اجمل الاشواط كلهم ما شاء الله سبق وكلهم سرعتهم قويه
طبعا الفائز راح يكون واحد، الاول راح واحد، ثاني ثاني، طبعا المركز الثالث حميد غزال. مرحبا الثالث. المركز الثاني رشيد الخرشوبي. اما البطل في هذه البطوله سعيد سلموني. Gracias.